بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. أعزائي الطلبة كل عام وأنتم بخير. دي المحاضرة التانية من مادة الـ IC، وده تطبيق على المحاضرة الأولى اللي هو الـ Fabrication Process of CMOS Inverter. طب إيه الـ CMOS Inverter دوت؟ هو إحنا عارفينه إن هو النوت نوت جيت زي اللي إحنا عارفينها، بس بطريقة الـ CMOS مش بايبولار جنكشن ترانزستور. فعارفين الـ Input بيخش 0 يطلع 1 أو 1 يبقى 0، ده النفي بتاعنا، وتبقى بالشكل دوت بي تايب وان تايب بي موسفت وان تشانل موسفت، بيبقوا راكبين فوق بعض المنظر دوت. وطبعا لو هنا واحد يبقى واحد شغال والتاني مطفي، فطبعا ده يدينا زيرو، ده اللي شغال في الدين ده يدينا زيرو. لو هنا داخل زيرو دوت هيبقى عليه واحد، فده اللي شغال يبقى كده، وده مطفي زيرو، فده معناه ان الفي دي دي هو اللي طالع على الواي، معناه ان ايه واحد، يعني الانبوت هو عكس ايه الاوتبوت. عظيم. طيب طريقه تصنيع السيموس زي الترانزستور دوت هنشوفه على سيليكون ويفر، نستخدم طريقه الليثوغرافي بروسيس ونعمل ستيب باي ستيب. هنشوف دلوقتي الطريقه ايه واحده واحده. طيب هو هنستخدم البي تايب كاس سبستريت، ده بالنسبه للان موس الترانزستور، و والان والديت فور بادي ايه في عشان البي موسفت. عشان نعمل بي موسفت بنروح عاملين ايه ان ويل كده كانها سبستريت تانية ان كده، كانها سبستريت تانية دي ان وفيها البي زائد والبي زائد اللي هي بتاعت تعمل لنا تشانل بتاعت البي مسفت، وهنا الان والان دول دي البي سبستريت هتعمل لنا الان تشانل بتاعت ايه الان مسفت. شايفين الالوان دي كلها؟ الالوان دي كلها معناها ان دي كل دي ليرز مختلفة. دي لير بتاعت الميتال، دي لير بتاعت البوليسيليكونز، ديت اللير بتاعت الديفيجنز الان، سواء ان بوستف او البي بوستف ان زائد او بي زائد اللي هي ايه يعني هايلي توبت هيفي توبت. طيب وفي ديت هنا السيليكون ايه اوكسايد. تعال نشوف هنعمل الكلام ده ازاي ونشوف ايه الماسكات بتاعته ونشوف التوزيع بتاعته. شايفين المنظر دوت بقى فيه ماسكات، ماسكات ده كده ماسك وده ماسك وده ماسك. هنشوف كل ماسك ايه على حدة اهو. دي 6 ماسك المطلوبة، ده لما عاوزين نعمل ان ويل، الحتة اللي فيها ان ويل دي بتاعت البولي سيليكون اهيت، دي المنطقة بتاعت الان زائد ودي المنطقة بتاعت البي زائد، وديت الكونتاكت بتاعتنا ايه، وده الميتال الماسك بتاع الميتال. طيب تعال نشوف ازاي الماسكات دي تعمل لير باي لير، طبقة طبقة، متعملش كلهم مرة واحدة. طيب كل ده طبعا بيتم فين؟ في الكلين روم اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، وقلنا في كذا كلاس من الكلين روم، كلاس 10، كلاس 100، كلاس 1000، كلاس 10000، ديت بتعتمد على درجة ذرات عدد ذرات الغبار في السنتيمتر مكعب، سواء 10 يبقى دي طبعا حاجة يعني عظيمة جدا، وفي طبعا واحد مفيش واحد أوي يعني، يا 10 يا 100 يا 1000. دي 10000 بقى دي خلاص بقى انت خرجت بره القصه بتاعت ايه اللي هي الدقه قوي يعني، او ممكن في اتربه في حاجات دي ممكن تاثر على التصنيع. طيب نبدا بالويفر، دي اول خطوه الويفر اللي هي سواء بي تايب او احنا هنا عملناها بي سبستريت. بعد كده تبدا ايه من تحت لفوق تعمل طبقه سيليكون اوكسيد عليها عشان تقدر تبني كمان الان ويل بتاعتنا، او هتعمل طبقه من النحو السيليكون اوكسيد بالمنظر دوت عن درجه حراره 1200 درجه مئويه 900 ل 1200 وتعرضه ايه تعمل اوكسيديشن. عظيم. بعد كده طبقه الفوتوريزيست، عشان الفوتوريزيست دي لازم بعد كل لير ليه؟ عشان هي دي اللي هترسم بيها اللير اللي انت عاوزها، يعني السيليكون اوكسيد عاوزه بشكل معين حسب الماسك بتاعه. تعال نشوف اهو الماسك بتاعه هو الحتة دي بس ايه اللي هنشيلها، يبقى الحتة ديت اتعرضت للضوء دي وحصل اتشينج، دي اللي اتشالت ايه من دي اللي اتشالت من الاتشينج بتاع ايه الفوتوريزيست، يبقى دي الحتة ايه الوحيدة اللي باقية اهو، دي الحتة اللي هتتشالها، دي الحتة اللي هتتشال. ليه؟ لأن الفوتوريزيست هنا ده ما تعرضتش للضوء، دي كان بليك اسود كده، فلما الالترا فايولت نزلت عليها جزء ما تعرض، جزء تعرض للضوء وجزء ما تعرضش، جزء تعرض ده اتصلب
وبقت موجودة هنا ايه النوع ده، بنسميه النيجاتيف، نيجاتيف ووتر تيست، ان الجزء الشفاف هو ايه اللي يتصلب وما يقعش وما يتحرق وما ما يتشالش، انما الجزء اللي ما اتعرضش ده يتشال عادي بالديفولبر عادي خالص، يتشال اهو وبعد كده يبقى عرضة ان احنا لما نعرض هنا المحلول يروح شايل ايه جزء عامل اتشنج للجزء اللي هو ايه السيليكون اوكسيد عن طريق الهيدرو فلوريك اسيد. الهيدرو فلوريك اسيد هو اللي بيشيل ايه الجزء بتاع السيليكون اوكسيد. طيب بعد ما شلنا كده بقى اديت الانويل، الانويل نقدر نحطها هنا بتبقى انويل اللي هي ايه دي، بعد ما شلنا ايه طبقة الفوتوريزيست نبدأ بقى نرسب بقى ونعمل ديفيوشن للان اتومز بحيث ايه يدينا هنا ان ويل، ونعمل برضه عملية ايون امبلمنتيشن. المهم نخليها ايه ان لايرز موجودة في المنطقة ديت كده، بننزل بالديفيوجن كده لغاية ناخد الجزء اللي احنا ايه عاوزينه وتملى الجزء اللي احنا عاوزينه. طيب خلصنا المرحلة ديت وعملنا الان ويل، تعالى بقى نشوف ايه المرحلة اللي بعديها. اهو هي برضه نفس الكلام بولي سيليكون، طبقة البولي سيليكون نعمل بولي سيليكون. طب البولي سيليكون دي حتت فيها هيبقى فيها بولي سيليكون وحتت ما فيهاش، الحتت اللي فيها بولي سيليكون الحتت اللي فيها البولي سيليكون حسب الماسك بقى اللي احنا ايه كنا شفناه قبل كده اللي هو دوت اهو الماسك بتاع البولي سيليكون هيبقى المنظر دوت اهو، يجي يروح عامل برضو نفس الكلام طريقة الليثوغرافي فوتوريزيست كلام من ده، فوتوريزيست برضه نفس الطريقة فوتوريزيست ويعرض للضوء الحتة دي، بس الحتة دي اللي هتبقى فيها ايه طبعا احنا باصين كده فهي بيتكلم على المنطقة دي ودي، لما بصينا من فوق ده هيبقى كأنه حرف يو بالمنظر ده. طيب كده عملنا الترسيب وعملنا وشلنا حطينا الفوتوريزيست وعرضنا للضوء وشلنا شلنا فاتشالت الحتة دي اللي هي ايه التانية، عظيم جدا. نيجي بعديها نعمل عملية ايه اوكسايد ماسكينج برضو ونحط ال N زائد بقى ديفيوشن ال N زائد عشان نعمل ال N ماسكت اهو الماسك بتاعها وبالمنظر ده برضو نفس الفوتوغرافي، بس لازم كل الماسكات تبقى الايند فوق بعض عشان في سنتر كده يبقى دي الايند عشان يبقى ده مكانها تنزل هنا فعلا ودي مكانها ينزل على هنا فعلا، فالماسكات كلها معمولة الايند فوق بعض. ده من احد الحاجات المهمه في تصنيع الاي سي، لازم ماسك الاينر دوت. طيب نيجي ننزل هنا ادي اهوت حطينا اهوت الماسك اهوت ونعرض برضو، هتبقى في اجزاء هنا هي اللي فيها الان وفي هنا الان والان وهنا ان كمان اهو ان زائد ان زائد ان زائد دي الاماكن اللي فيها الان. طيب بعد كده نفس الكلام هنعمله بس ايه للناحيه اللي فيها البي، ده الماسك بتاع البي اهوت، ده البي زائد ده بي زائد بي زائد اهوت عملناها، ده البي مصفت كده بقى عملنا البي مصفت تمام، ابتدى يبان شكل الاستراكشر عشان عملناها لير بلير. طيب بعد كده الكونتاكت بقى او الميتالز اهي برضو الماسك نعرض للضوء ونشوف الاماكن اللي فيها الابليك دوت بيتشال اهو بتبقى مش موجود فوتوريزيست فيها، يبدا يرسب فيها ايه المعدن اللي هو عاوزه ويعمل معادن بالشكل اللي هو ايه عاوزه اهو، يرسب بعد كده الميتال في الاماكن الفاضيه اللي هي ايه متوصله كده، كانك وصلت هنا البي دي بالان دي وهنا كانك وصلت البي دي بالان دي وهنا وصلت البي دي بالان دي وعملت ايه توصلت لانت ايه محتاج دي الميتاليزيشن. طيب عندنا ايه نوضح بقى مجموعة حاجات، ان الشيبس دي عبارة عن مجموعة من الماسكات فوق بعضها، المينيمم دايمنشن بتاعت الماسك بتعتمد على الحجم بتاع الترانزستور وطبعا بالتالي يعتمد على السرعة والسبيد والكوست والباور بتاعتنا. طيب ال F اللي هي السايز دي هي المسافة بتوين ايه السورس عند الدرين، ودي بتتحدد بقى بالويتس بتاع البولي سيليكون. طيب الاكسبريس رولز بتاعتنا ان اللندا بتساوي F على 2 عادة، فعشان كده الانرجي جاب بتاعتنا في اللندا بتساوي 3/10 مايكرومتر، المسافة هتبقى ايه 3/10 مايكرومتر، دي التكنولوجي بتاعت المايكرومتر يعني 3/10 إلى 6/10 مايكرومتر. ماشي عندنا هنا بقى السيمبليفايد ايه ديزاين رولز عادي بقى بيقول لك ان هو
الخطوات اللي عملناها بيسيب لمسافات أيرلندا وهنا بين الديفيوجنز والكلام ده، هو بيعمل ديفيوجنز عشان يضمن إن الفوكسنج يبقى في المكان بالظبط. يعني هو عمل المسافات كلها بلندا، يعني مسافة بين دي لندا لندا، كل بتعتمد على الفريكوانس بتاعك واللندا بتاعتك، على بناء على اللندا اللي انت مشغل عليها ايه تبدأ يديك ايه المسافات اللي انت هتصنع عليها. دي في الديزاين، في مرحلة الديزاين، يعني دي في مرحلة الديزاين اهو. حسب ال F بتساوي 6 من 10 مايكرومتر بروسيس، عشان كده ايه هيحسب بقى اللندات بتاعتنا 4 لندا على 2 لندا اهو، 8 على 2، وهنا 4 على 2. طيب دي اللي هي يدينا الويتس على اللينس، W على L بيقولوا عليه، W على L، W بتاعت دي W على L، ده المستطيل W على L. طيب نعرف بقى إن هنا المصري ترانزستور عبارة عن ستاك من الجيت والأكسايد والسيليكون، وبيأثر بالإلكتريكالي كنترول سويتشز. طيب وبيعمل كأنه لوجيك جيتس سويتشز، بدأ ده طبعا ديجيتال، ديجيتال اي سي طبعا. وزي ما حددنا قبل كده في ديجيتال وفي انالوج اي سي، لانه حسب الفانكشن بتاعته، لو هو بيعمل بيخش له انبوت انالوج وبيطلع اوتبوت انالوج ده اسمه انالوج اي سي، لو بيخش له ديجيتال انبوت وانبوت ديجيتال واوتبوت ديجيتال يبقى ده ديجيتال ايه اي سي. ماشي، وهنا ايه الفيديو بتاعنا. شكرا جزيلا وبالتوفيق والنجاح باذن الله.